مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن خلال الايام القليله الماضيه كان الفنان الكبير رشوان توفيق الحقيقه حديث السوشيال ميديا، وكمان تصدر الترندز بشكل كبير جدا بسبب الازمه اللي كانت او لسه يعني ممكن نقول لا تزال مستمره حتى الان مع ابنته ايه وكمان حفيده، وقيامهم برفع دعوى قضائيه عليه بتطالب فيها بالغاء التوكيلات الصادره منها لوالدها. كان في الحقيقه كمان مبادره للصلح بينهم، لكن من الواضح ان الازمه ما زالت مستمره. وكمان كان في جلسه لنظر الدعوى المقامه على الفنان القدير رشوان توفيق من ابنته، وتم تاجيل نظر الدعوى ليوم 25 ديسمبر. على كل حال، احنا علشان نعرف مزيد من التفاصيل حول الأزمة ويعني ما وصلت إليه حتى الآن وكمان تفاصيل الجلسة، معانا عبر الهاتف المستشار مجدي مهران محامي الفنان القدير رشوان توفيق. يعني أستاذ مجدي، برحب بحضرتك معانا في تلفزيون اليوم السابع، أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، أهلا بك. في البداية قول لنا يا أستاذ مجدي، يعني إيه آخر تفاصيل جلسات نظر الدعوة؟ يعني ما هي طلبات أيضا التي تم تقديمها إلى المحكمة؟ هو الحقيقة كان في جلسة محددة يوم 4 ديسمبر، وإحنا كنا مكلفين من قبل الأستاذة آية بالمسؤول أمام المحكمة لإسماع الطلبات الواردة في صحيفة الدعوة، وهي تلتحق في طلب إلغاء توكيلين صادرين منها إلى والدها الفنان القدير رشوان توفيق. الحقيقة إحنا كنا نتكتم على الخلفية بتاعة هذه الدعوة حتى ما أثير عبر التواصل الاجتماعي الأسباب اللي هي دعتنا للرد عليها. وعندما مثلنا أمام القضاء إحنا استطعنا إن إحنا نوضح الخلفية بتاعة النزاع. خلفية النزاع بنحصل في إن الفنان رشوان توفيق كان قد أودع مبلغ 893 تقريبا ألف جنيه كودائع شهادات استثمار لدى بنك مصر، على اساس ان هي تساعده كعائد كعائد يتعايش من العائد بتاعها الشهري، فضلا عن وديعه اخرى بذات القيمه اعملها للاستاذه الاعلاميه هبه رشوان توفيق. طب استاذه حضرتك يا فندم، الودائع كانت باسم الفنان القدير رشوان توفيق ولا باسم ابنته؟ هو الودائع كانت معموله باسماء البنات، ولكن هناك إقرارات مكتوبة كتابية من كلا الابنتين الأستاذة هبة والأستاذة آية، بتقول فيها تتعهد الابنتين الكريمتين بأن المبالغ دي مملوكة للأستاذ الفنان رشوان توفيق، وأن هو المبالغ دي لا يحق اليوم التصرف فيها طيلة حياته، والعائد بتاعها يكون لي شهريا. يعني العائد كان الفنان القدير رشوان توفيق بالظبط كده، وهو كان حق هي بس الاسم على... وهو من حقه او يعني تعتبر امواله. بالظبط كده. وهو فوائد يا فندم، انا اسف على المقاطعه، يعني هم بيسحبوها وبيردوها الفنان القدير رشوان توفيق، ولا ايه اللي كان بيتم بالظبط؟ هو كانت معموله في اقرارات في البنك وقرات مكتوبة أخرى إن هو يستحق العائد بتاع الشهادات دي، فهو كان بيصرفها مباشرة. وكان تأكيدا لهذا وضمانا إيه اللي كان بيخليه يحط المبالغ دي، يعني معاه توكيل عام شامل من كريماته لصالحه، بحيث إن هو إيه ما يحتاجش ليهم في أي حاجة، وهو حط المبالغ دي كوديعة تعتبر باسمهم أو كأمانة باسمهم لا يتصرفوا فيها، على اساس هم اولاده لا يتخيل ولا يتصور ان هم يحصل منهم تصرف يعتبر غدر وتعجيزه عن العائد اللي هو بيديله. نعم طيب اتفضل. هل استجابت؟ طب اتفضل يا فندم. وبعدين احنا في الدعوه بقى طلبنا دعوه فرعيه عباره عن الزام الأستاذة آية بإعادة الحال بتاع الشهادات دي بما لها من عائد لما كان عليه قبل 4 أشهر عندما كان يقوم بصرف العائد بتاعها. وقدمنا سندا لذلك إقرارين، الإقرار الأول موقع من كلا من الأستاذتين آية وهبة،
والآخر المستند الآخر عبارة عن تعهد وإصرار من الأستاذة آية وزوجها ونجلها بأن هذه الأموال مملوكة للأستاذ الفنان رسوان توفيق وله حق التصرف فيها وصرف المستحقات بتاعتها طيلة حياته، ثم تقول إليهم بعد عمر طويل بعد وفاته إن شاء الله. طب هو هل من حقها يا فندم أصلا إقامة دعوة ضد والدها وهو أصلا صاحب الأموال؟ هو الحقيقة هي بها أتنبها اللي هي بتستند فيها على حاجات يعني غير حقيقية، بتقول الفلوس دي مش بتاعته، دي بتاعت والدتي. فالفنان رسام توفيق كان رد عليها قال لها والدتها ما كانتش بتعمل ولا الأستاذة هاية كانت بتعمل في يوم من الأيام، والكلام ده هو عادي من الصحة، وإنما هي محاولة للالتفاف على الحقيقة. هي استند أيضا في دعواها لنص المادة 701 فقرة أولى من القانون المدني، وإحنا كنا رد عليها بنستند على الإقرارات الكتابية وهي دليل كتابي لا يجوز إثبات عقد بغير الكتابة، وأيضا بنستند على نص المادة 702 فقرة 2 من القانون المدني. والمحكمة استجابت لطلباتنا وأجلت الدعوة لاستدادة رسم الدعوة الفرعية، وتم إعلان بنك مصر خلاص وإعلان الخصوم الداخلين على الأبواب يعني خلال يوم أو اثنين، وإن شاء الله الجلسة يوم الجاية هتبقى يوم 25 إن شاء الله. حضرتك يا فندم طلبت إدخال زوج ابنة الفنان رشوان توفيق وابنه كمان خصوم الدعوة، ليه تحديدا؟ لأن هم ماضيين معانا على الإقرارات اللي هي بتقر فيها إن الأموال دي أموال الفنان رشوان توفيق، وإن هي تتعهد بعدم التصرف فيها إلا بعد حياته. فكان لازم ان احنا نصرهم في الدعوه لان هم ليهم صفه بناء على الاقرار الانتهائي. طب يعني خليني فعلا برضو اسال حضرتك، ليه ابنه الفنان رشوان توفيق خليته يعني تتصرف في الوديعه مره ثانيه؟ هو السبب احنا مش لغايه دلوقتي مش قادرين نعرف فيه ايه، لكن هيبان في الجلسه اللي جايه لما يقدموا الرد علينا هنعرف فيه. لكن الدعوة مقامة أيضا من الحفيد وزوج ابنة الفنان رشوان توفيق ولا من الابنة فقط؟ لا من الابنة فقط، بس بوكالة عن منصوص فيها في الدعوة إنها مقامة، تم التصرف بموجب وكالة من الأستاذة آية إلى زوجها. وده الحقيقة إحنا بنقول يعني ما كانش ليا لازمة، ده تزيد إن هي تشير إلى هذا، ده تعميق للخلاف، واحنا بنقول ان شاء الله نامل ان تعود الامور لمجاريها والعوده، خاصه ان الحاجه دي هي كان ما ينفعش تبقى على تحت القضاء وانما تبقى في تحت مظله الاسره وبيت العيله. طيب هل يعني ممكن اروح مع حضرتك يا فندم لتفاصيل الوديعه؟ يعني كانت كام تقريبا؟ هل تم فكها وامام ده؟ هم ثلاث ودايع، ثلاث شهادات قيمتهم 893,000 جنيه. هي فكت الثلاث ودايع؟ هي منعتهم من صرف المستحقات للثلاث ودايع. منعتهم ما نعرفش بقى ان كانت حولتهم او صرفتهم ازاي، ما اقدرش احدد. اذا الثلاث ودايع كانوا باسمها؟ كانوا باسمها بأموال الفنان رسوان توفيق. طب أنا برضو يعني عايزة أعرف هي ليه فكرت دلوقتي إن هي تلغي التوكيل؟ هي فكرت تفضلي. هل في سبب واضح لتفكيرها حاليا إن هي تلغي التوكيل؟ هي إلغاء الوكالة ده كان عبارة عن تستر على واقعة سلب حقوق الفنان رسوان توفيق في العائد بتاع الشهادات. لكن طبعا احنا كنا منتظرين ومش راضيين نتكلم في هذه المساله حتى ما اثير الكلام الفظيع اللي كانت تتضمنه الدعوه من ان الفنان رسوان توفيق استعمل الغش مع ابنته وكلام زي ده، كلام اثار حفيظ الفنان رسوان توفيق واصابه بمأساه في مشاعره قبل ابنته.
التي كان لم يكن يوما يتوقع أن يصدر منها هذا التصرف. طبعا طبعا. طيب خلينا نروح مع حضرتك لمبادرة الصلح. هل فشلت المبادرة بين الفنان وابنته حفيده؟ يعني احنا شفنا كمان موافقة الفنان رشوان توفيق وأيضا حفيده كان موافق على المبادرة. مين سبب فشل هذه المبادرة؟ ايه هي أسباب فشلها؟ وصلت لإيه أصلا؟ هل بيفكروا مرة تانية في الصلح؟ الحقيقة أنا كل اللي كنت متدخل فيه إن أنا ناديت بهذه المبادرة ودعيت الأستاذ آية وأطراف الموضوع كله الالتقاء في منزل البيت الكبير بتاع رسوان توفيق الفنان رسوان توفيق وإن هو يقول إيه يتم حل المشاكل بصورة ودية. لكن إحنا فوجئنا بقى إن الموضوع بيزداد وبيتدخل بعض الزملاء المحامين في الحديث بالإثارة في مثلا في لقاء معين كان بيقول الأستاذ المحامي المحترم عن الأستاذة آية إنه هي مضت ليه وقلنا له لا ما كانش فيه غش من والدها ده هي موقعة هي وزوجها وزوجها رجل محترم ورجل قانون ورجل قدير ونجلها أستاذ محترم محامي مش معقولة إن هم معروس وما عرفوش الموضوع ده هو وهي دي المبالغ المفروض إن حضرتك تقول لنا جابتها منين إذا كانت هي مش منها بتقول هي فجأة إن هي في لقيتها في حسابها طب ما هي فجأة منين أنت كنت قريبة من الوالد دايما يعني ايه الجديد ايه المفاجئ فالمسائل دي هي وقفت عقبات امام الصلح على ما اعتقد ولذلك انا بنادي وبقول يا ريت ان احنا نكف عن المهاترات في الحديث والاتهامات ونرجع تاني لحسن النيه والاسلوب الواجب اتباعه بين الاب والابنه والابنه والاب وحل هذه المشكلة في داخل نطاق البيت كبير في الأسرة وحتى لا نصير حفيظة الأطراف ونحل الموضوع ده بصفة ودية. ده الأفضل بالتأكيد يا فندم. لكن يمكن فنان رشوان توفيق كمان كان وضح طلبه بخصوص التنازل عن الدعاوى القضائية. الطرف الآخر بقى كان إيه طلبه صدق حتى الآن؟ هو القضائية دي احنا ما نقعد نصطلح مش معقولة أنه بقى نقعد نستلح ونسعى للصلح ومتى وأنا بتهمك بالغش والإستيلة والبتاع كلام مش معقولة يعني ده وجهة نظري لكن أنا بترك الأمور دي ما بتكلمش فيها وأحتاج إلى يعني تعبير ورد وتفسيرات من الأطراف لأن أنا يمكن كلمتي أنا تصير حافظة الطرف الآخر في مجال الصلح فأنا بقول يا ريت أن إحنا ندعو الجميع بالتوقف عن المهاترات وعن الاتهامات وعن الهجوم الذي يعوق عملية الصلح وندعوهم للتفاوض الصلح جميعا خاصة الأستاذ رشوان توفيق قال بيتي مفتوح دايما وأكثر من مرة بيتي مفتوح أهلا وسهلا باللي يجي عناية بالتين. طب خليني برضو أسمع حضرتك أستاذ منجي عن الشروط اللي طلبوها للصلح بشكل مباشر إيه هي شروطهم؟ ما حدش حط شروط من عندنا ما حدش عندي حط شروط من الأستاذ الصادق أو الأستاذ هبة ما حدش حط شروط لحد هو قال على صريح العبارة بيتي مفتوح وأهلا وسهلا بالجميع. طبعا يعني الأستاذ رشوان توفيق كان ده رأيه وهو اتكلم في الموضوع وأن هو طبعا كان مرحب جدا بالتنازل لكن الطرف الآخر هل شايف ليه رؤية معينة في مبدأ الصلح يعني؟ والله أنا عايز أقول على حاجة أنا ما قدرت أتكلم على لسان طرف الآخر ولكن برضو أنا ما أجي في معرض حديثي عن الطرف الآخر أقول أنتم عيلة وأنتم ناس محترمة جميعا نسأل الله أنه يلم الود والسمل والصلح لكن ما أردش أن أنا أتدخل بالتعبير نيابة عنهم عن أي شيء.
لا يعني انا طبعا مش بطلب من حضرتك يعني تدخل بنيابه عنهم، لكن انا يعني عايزه اعرف رايهم، هل مستعدين اصلا للصلح ولا لسه الامور ممكن متوتره في هذا الشان؟ في الحالة لما يصلني بادرة يعني طول الصلح، لأن البادرة الصلح هي فعل أجي على طول، أنا عايز أقترح أجي على طول وأخبط، فمش هدخل على واحد غريب، أنا داخل على جدي وعلى أبويا، فالموضوع يعني مش محتاج مقدمات ولا وساطة ولا ترتيب أمور، ده الموضوع دوت هو لما نصبر هنقعد نتفاوض عن طريق المحامين وكده، انما لا انا بصالح بالحل الاسري العائلي بعيدا عن الاشتراطات المطبقه. طيب استاذ مجدي، يعني يمكن البعض كمان كان متوقع وجود ازمه او خلاف سابق بين الفنان رشوان توفيق وبنته او زوجها او حفيده قبل الازمه، هل الكلام ده صحيح؟ لا لا لا، ده مفاجأة، احنا طبعنا بالمواضيع دي كلها. الأستاذ الفنان رسوان توفيق لم يكن له يوما مساحنة أو خصومة مع أي من الأفراد أو العائلات أو الجيران أو زملاء العمل، ولم يكن يحتاج يوما إلى محامية، إنما هو رجل تسامح ورجل محبة، فعشان كده ما كانش يتصور في يوم إنه يلجأ لمحامي أو إنه هو يواجه قضية أو حاجة زي كده. نعم. طيب يعني خليني أسأل حضرتك أخيرا، لو المحكمة أصدرت قرار بقبول الدعوة أو بإلغاء التوكيل المحرر من ابنة الفنان رشوان توفيق لوالدها، ماذا سيترتب على هذا القرار؟ يعني هل ستعود ملكية الأشياء اللي تم نقلها أو بيعها ليها مرة تانية؟ هل هناك عقوبة حبس مثلا ممكن تصدر ضد أي من الطرفين في صدور حكم في صالح أحد الطرفين؟ هو أولا أنا عايز أقول الأحكام القضائية هي مرآة لمواد القانون، ومواد القانون ما بتديش هذا الحق اللي هي بتنادي بيه أو بتمسك بيه الأستاذة هيبة، الأستاذة آية آسف. الأمر الثاني أنا عايز أقول لحضرتك الفنان رسام توفيق يعني هي راجل يا مجرم فندم قانونيا اصلا هي تقيم الدعوة. بالظبط كده، وفضلا عن ذلك الفنان رسام توفيق مؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى، فأي قضاء هو يكون راضي بيه بإذن الله. أما هو المسألة المريبة والمأساة الحقيقية هي مجرد اللجوء للقضاء، حتى أنني أرى أن حتى صدور حكم لصالح الفنان القدير رسام توفيق مش هيكون سعيد بيه زي ما يكون سعيد بعودة ابنته إليه، وزي ما يكون تم التصفية للنزاعات والخلافات دي بصورة ودية بين الأطراف. طيب يعني خليني افترض مع حضرتك يا فندم، لو صدر حكم يعني مع ابنة الفنان رشوان توفيق، ممكن يكون ايه الحكم وايه اللي هيترتب عليه؟ الحقيقه مش متطور صدور حكم لصالحها، يعني انا مش متطور، لكن برضو بقول ان حتى لو صدر حكم لصالح الفنان رسوان توفيق هو كنت سعادته اكتر بعودته ابنته اليه مش سعاده صدور حكم، اما اذا هي صدر منها لصالح الحكم فهو الفنان رسوان توفيق راجل محترم وراجل يؤمن بقضاء الله تماما، ومش هيكون حزين على حاجه اكتر ما حزنه على ان ابنته اقامت دعوه عليه، طب بل دعاوى، وكانت في هذه الدعاوى عبارات خادشة وعبارات مسيئة جامد جدا لي. يعني في الحالة دي يا فندم ممكن يكون ايه الحكم برضه؟ احنا قلنا ان الاحكام دي بتبقى مرآة لمواد القانون، ومواد القانون ما تدهاش الحق بما جاء في الدعاوى. طيب يعني مواد القانون في هذا الشأن بتنص عن ايه؟ مواد القانون في المادة 702 قالت ان الزكاة النص فيها على التصرفات، وحددت التصرفات فنصت ان هو يحدد فيها تحت محل التصرف نوع التصرف، فالماده فقره 2 من الماده 702 بتهدم الاساس القانوني للدعوه المقامه، الدعاوى الثلاثه المقامه. يعني خليني كمان أسأل حضرتك عن يعني الدعاوى اللي هي مقيميها بتنص على ايه؟ الدعاوى لابنة الفنان رشوان توفيق هو حضرتك قلت رفع 3 دعاوي، واحدة اللي هي خاصة بطلب طلب إلغاء الوكالتين الصادرين منها نعم إلى والدها، والدعوة الثانية طلب
بطلان عقد قسمه اللي تم بموجب الوكاله، وعقد القسمه ده هو ما كانش فيه اي ظلم وانما فيه كل عداله، كما انه يبيح التوكيل الصادر ليه يبيح له اجراء القسمه والفرز والتجنيد كما هو منصوص عليه، وبالتالي وفقا لنص القانون هو صحيح. وبالموضوع لو احنا حددنا الانصبه على حسب قيمه القسمه سنجد ان الفارق طفيف جدا اذا كان هناك فارق، لان الشاليه اللي اختصت به الاستاذه ايه وفق هذا هذه القسمه عالي القيمه، له مميزات، مفروش في كمالياته، اما غير الشاليهات الاخرى. لكن انا يعني باكد على حضرتك مره تانية انه الوديعه اصلا مش من حقها خالص الممتاز بيها في حياه والدها، بعد حياه والدها، انما مش في حياه والدها، هي اختصت بيها باقرار منها ومن زوجها ومن ابنها وباقرار مشترك بينها وبين اختها ان الاموال دي مملوكه، وده حقيقه ثابته ان الاموال دي مملوكه للفنان رسام توفيق، لا يجوز التصرف فيها الا بعد حياته. ولا حتى ولا من حقها ان هي كمان ترفع دعوى قضائيه. الدعوى القضائيه الحقيقه من حق كل واحد، حق اللجوء للتقاضي مكفول لكل الناس، ولكن الاساس القانوني اللي انبنت عليه الدعوى غير صحيح. يعني على كل حال انا طبعا يعني بشكر حضرتك، وبالتاكيد هنتابع مع حضرتك كل التفاصيل، بنتمنى طبعا ان الموضوع ينتهي بشكل ودي وينتهي بصمت من كل أفراد الأسرة ويرجعوا مرة تانية يعني لبيتهم، ويعني طول حياته الفنان عشان توفيق الحقيقة كان واهب كل حياته وأمواله لبناته، فيعني بالتأكيد بنتمنى الصلح وإن الموضوع ينتهي على ألف خير. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شكرا موصول لحضراتكم متابعينا في كل مكان. دي كانت آخر تفاصيل أزمة الفنان رشوان توفيق وابنته، وبالتأكيد سنتابع مع حضراتكم تطورات الأزمة أول بأول من تلفزيون المستبعد. بشكركم شكرا جزيلا للمتابعة، وإلى اللقاء في تغطية جديدة على مدار الصناعة.